بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثاني الإعدادي مع أول درس من دروس اللغة العربية في الترم الثاني. نبدأ كده مع بعض شباب إن شاء الله. طبعا بعد ما قرأنا الدرس، درس قراءة بعنوان الكنز قبل أن يضيع، تعالوا كده ناخد أهم معاني الكلمات الموجودة في الدرس. نقرأ كده مع بعضنا. متباينة معناها طبعا مختلفة، ومضادها متفقة. تضيف معناها تزيد، ومضادها تزيل. تقطعه يعني تقضيه فيما ينفع. تداولتها تناقلتها. مشاربه اتجاهاته، طبعا مفردها مشربه. يملك يحوز، ومضادها يفقد. كهل جمعها كهول وكهل وكهلان. نسوق معناها نقدم. تبين معناها تكشف، ومضادها تختفي. دلو اللي هو الإناء، جمع دلو دلاء وأدل ودلي. الحصيات مفردها الحصاة. حيا يعني واقعيا، مثالا حيا يعني مثالا واقعيا، ومضادها خياليا. سحب يعني جذب، ومضادها دفع. سكبه يعني صبه. حماس معناه شجاعة وشدة، مضادها فتور وكسل. إناء يعني وعاء، وجمعها آنية، وجمع آنية أوان. بعض الأسئلة المهمة في الدرس: لماذا اختلفت الأجيال في تفسير مفاهيم الوقت؟ طبعا بسبب اختلاف كل جيل ومشاربه. طبعا قلنا مشاربه معناها اتجاهاته موجودة في المعاني. على ما اتفق الجميع؟ طبعا اتفقوا على أهمية الوقت، وأنه كنز إذا قدره الإنسان استطاع أن يملك كل شيء. سين ثلاثة: اذكر بعض الأقوال المأثورة التي تبين أهمية الوقت. طبعا عندي قول مأثور ومشهور جدا: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وهذا قول عربي مأثور. القول الثاني: الحكمة أن تضيف حياة إلى سنواتك بدلا من أن تضيف سنوات إلى حياتك. طبعا صاحب هذا القول ذكي نجيب محمود. القول الثالث: إذا ضيعت الوقت وأنت شاب ضيعك الوقت وأنت كهل. كهل طبعا معناه كبير أو شيخ كبير. هذا القول لشكسبير. ما الهدف من التجربة التي قام بها الأستاذ الجامعي؟ طبعا الهدف هو توضيح قيمة الوقت وأهمية تنظيمه. لخص التجربة التي قام بها الأستاذ لأهمية الوقت. يعني في تجربة الأستاذ قام بها ليبين لطلابه أهمية الوقت. إيه هي التجربة دي؟ باختصار قال لي: وضع عددا من الصخور الكبيرة في دلو، يعني في إناء، وسأل الطلاب هل امتلأ الدلو؟ فأجاب بعض الطلاب نعم. ثم وضع بعض الحصيات الصغيرة، يعني صخور صغيرة أصغر حجما من الأولى، وسأل الطلاب هل امتلأ الدلو؟ فأجاب أحدهم ربما لا. ثم سحب كيسا من الرمل في الدلو حتى امتلأت الفراغات التي بين الصخور، ثم سأل الطلاب هل امتلأ الدلو الآن؟ فأجاب الجميع بالنفي، يعني لا. طبعا لأنهم اكتشفوا أن هو بيطلع لهم كل حاجة، كل شوية حاجة جديدة، مرة صخور كبيرة، وبعد كده صخور أصغر، ثم بعد كده حبيبات الرمال، فقالوا لا. ثم سكب إناء مليء بالماء في الدلو حتى امتلأ الدلو على آخره. طبعا الفكرة من التجربة ايه بقى يا مستر؟ قال لي: ما الفكرة من التجربة من وجهة نظر الأستاذ والطلاب؟ طبعا الأستاذ له وجهة نظر، والطلاب لهم وجهة نظر أخرى. طبعا الأستاذ وجهة نظره: يجب أن نخطط لأهدافنا الكبرى ونسعى لتحقيقها. ده الهدف من هذه التجربة التي قام بها الأستاذ، أنه يجب أن نخطط لأهدافنا الكبرى ونسعى لتحقيقها. أما الطلاب فكانت وجهة نظرهم من هذه التجربة أنه مهما كان جدول المرء مليئا بالأعمال، إنه يستطيع عمل المزيد والمزيد بالجد والاجتهاد.
طب هل هل هنا بقى أيهما أصح؟ طبعا ما قاله الأستاذ أنه يجب أن نخطط لأهدافنا الكبرى، يجب أن نضع الأهداف الأساسية في حياتنا أولا، ثم بعد ذلك نسعى إلى تحقيقها. ما المقصود بالصخور الكبيرة؟ الصخور الكبيرة ترمز أنها هدف الإنسان في الحياة، مثل مشروع يريد تحقيقه، أو إسعاد من يحب، أو أي شيء له أهمية كبرى. بما نصح الأستاذ تلاميذه طبعا أن يحددوا أهدافهم الكبرى في الحياة، أولا عايز أبقى دكتور، مهندس، معلم، إلى آخره. يجب أن تضع أهدافك الكبرى أولا، ثم أن تخطط لها جيدا وتسعى في تحقيقها دون تأخير أو إبطاء. إلى ما يرمز الدلو والإناء والصخور؟ قلنا الدلو طبعا المقصود به وقت الإنسان، أما الإناء فهي حياة الإنسان، أما الصخور فهي أهداف الإنسان في الحياة. وبكده يا شباب نكون خلصنا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.